امتاز خويلد بين قريش بالسيادة وبالأمر وبالنهي، يؤخذ رأيه في المشكلات ولا تقضى الأمور بدون خويلد. حول خويلد أسرته الكبيرة العريقة بتسانده وتقف بجانبه، كما عرف بعطف شديد على الفقراء والمساكين ورحمة واسعة بالضعفاء والمحتاجين. فكان بيت خويلد ده عبارة عن مائدة ممتدة للمحتاجين وعابري السبيل، وكانوا مشهورين بذلك. فكانت دار خويلد ابن أسد في مكة عالية البناء واسعة الجنبات، معروفة لقصادها بين دور القرشيين، تزينها السيدة خديجة، تملأها بالبشر والسرور رضي الله تعالى عنها. كانت السيدة خديجة فتاة جميلة ذكية مرحة فصيحة اللسان طيبة القلب سليمة العقيدة، يحبها من يراها ويتعلق بها لعطفها وحنانها. في هذه الدار الكريمة الثرية الواسعة نشأت السيدة الشريفة الحسيبة النسيبة السيدة خديجة، راضية هادئة، أحست رضي الله عنها بأن النعمة التي تمرح فيها إنما هي عطاء من الله تعالى ينبغي أن تقابله بالشكر. وبالفعل جندت السيدة خديجة نفسها لمساعدة المحرومين ومعاونة المحتاجين، فلم ترد محتاجا ولا معوزا ولا خيبت راجيا في الإحسان أبداً.